ابتسم أيها الجنرال، عمل جديد للسيناريست المبدع سامر رضوان. قبل ما نحكي عن هذا المسلسل خلنا نتذكر مع بعض الأعمال الدرامية الجريئة اللي كتبها سامر رضوان. سامر رضوان بدأ أعماله الدرامية بمسلسل لعنة الطين بال2010. هذا المسلسل كان عم يحكي عن فساد مجموعة من الضباط الصغار برتبة ملازم أول عند النظام. بعدها انتقل سامر لرتبة أعلى، حكى بمسلسل ولادي من الخاصرة بأجزاء الثلاثة عن فساد دموية المقدم رؤوف، وحكى عن مجتمع الشبيحة اللي كان بيمثلهم أبو نبال شيخ الوادي. بعدها انتقل سامر من رتبة مقدم لرتبة أعلى، حكى عن فساد العميد عصام بمسلسل دقيقة صمت، وعن فساد كبار ضباط الدولة. أما مسلسل ابتسم أيها الجنرال رح يكون له طابع مختلف، هو أول مسلسل رح يدخل القصر الجمهوري ويحكي عن الدكتاتور، كيف بورث الحكم عن أبوه وكيف تنشأ صراعات بينه وبين أخوه على الحكم، وكثير من الأشياء عن تفضيل مصالحهم الشخصية، مصلحة العيلة الحاكمة على مصلحة الناس. مسلسل ابتسم أيها الجنرال رح يكون من بطولة مجموعة من الفنانين اللي نعرفوا بتأييدهم لثورة الناس بسوريا ومعارضتهم لنظام الأسد الحاكم: مكسيم خليل، عبد الحكيم قطيفان، مازن الناطور، سوسن أرشيد، نوار بلبل وغيرهم من الفنانين اللي رح يكونوا مشاركين بهذا العمل. على الصعيد الشخصي أنا متوقع أنه رح يكون في عمل مختلف تماماً، رح يدخلنا على زوايا ما شفناها من قبل، عمل نتأمل أنه ينقل سرديتنا وحكايتنا ضد أعتى وأحقر نظام عرفته البشرية. يا أنا يا بحر أبلي فيها.